هلا بدنا نشيل القرايدس، بنشيل القرايدس، بنجيب صينيه او جات. خلصوا هاي صينيه السبا تبعكم، صار نعم. فيكم تقوم. عم بقول لهم القرايدس هاي اللي حمصنا نحن فيها الفستق، متذكره؟ نعم. حرام هيك هيك بدنا نغسلها. لشو التبذير؟ لشو التبذير؟ بنشيلها لهون. هيدي اول شيء. لا نحن بدنا اياهم. هلا هون بعمل هيك. الله، على فكرة أنا يا شيف كانت تاتا الله يرحمها تحبك كثير. الله يرحمها نفسها بالسما إن شاء الله، أكيد كل الستات الكبار بحبوني لأنهم فاهمات. ايوة. بيفهموا. إي والله. أنا أقعد على الأرض وهي على الكنبي وأقعد أحضرك على التي في. ومشان هيك ضليتك قصيرة، لأنك قعدتي على الأرض. شكرا شيف. لا عم نمزح. تمام، مش أنت بتضحكي؟ ما أنا بدي أضحك الناس كمان. طب ما تزعلي، لك والله انت اطول مني، انت اطول مني، ما تزعلي. ناخذ اتصال. الو بونجور. بونجور. بونجورين، يا اهلا وسهلا. اهلا فيك، يعطيك العافيه شيف. الله يعافيكي، شايفتيني انا كثير صغير. لك خليني هيك مهضوم وشو من تسلمي تسلمي كلك ذوق. انا اقصر من جانا، اقصر. ماشي بالطول. ماشي برافو عليك. هلا وصلنا، هلا ضبطت. معك حق، شيء مش بالطول. معك حق. نعم فتنا ابدا، كل قصير فتنا. لك ما احلاكم. اهلا 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 فيك. شفتيني هلا. لا من الاول انا شايفتك. الله تسلمي تسلمي كلك ذوق عيوني. بدي اسالك يا شيف انطوان. نعم. انا بس اعمل اشياء حلو بالفرن، يعني ان كان قراص التمر. نعم. او هودي القراص الكعك اللي فيهم محلب. نعم. بيطلعوا مثل البحصه، بيحجروا مدري شو بصير فيهم. شغل تاني بيعملوا هيك. ايش؟ اول شيء الفرن بيكون خفيف. بدك تقوي الفرن. تاني شغله بدي اشوف المقادير عندك كيف. لا انا مشيت على المقادير المضبوطه، ولكن بس شيلهم من الفرن ياي مثل البحصه يعني بيحجروا. لكن بدك تخبزيهم على نار قويه. هذا فرن الكهرباء، هني حاطين لي انه بدي اقويه اكثر. قويه اكثر. طيب طيب. حطيه على الماكسيموم. وبيطلعوا معك مليح. ايه سلم دقيقتك، شكرا لك. ولو تكرم عيونك حبيبتي. تكرمي. شيف انا انغرمت. غرامك القرايدس بعرف. يلا. جنى. الله. هلا بهالوقت بلشوا المكونات يطلعوا عنا على الهواء. حلو. شوفي، فيكي تقري وفيكي ما تقري، انت ما بدك. واحد ونص. واحد ونص. اثنين ونص. كيلو قرايدس بجلده. بجلده، بقشره. بقشره. ما هو مكتوب بجلده. لا وين مكتوب؟ مجلد بقشره. مجلد. لانه طازه مش عليه كثير. انا برا عربي اذا عم تحضريني انا بعتذر منك. ومواد عطريه ضروريه، 400 جرام رز، حبه طويله، شريحتين من الزبده، ملعقه ونص طعام بودره. بودرة الكاري؟ خلص شو بدك؟ تعي حركي معي. شو بدك فيهم المقادير؟ هن بيقرون، هن بيقرون. وبصلة، حب بصل. يلا. شو كمان؟ تعال حركي هون. فتح صوص توم. حطي لي البصل. والتفاحة. ايه، بدك هلا البصل والتفاحة هون، نزلي لي اياهم كلهم كلهم. ولا شغلة خليها برا. يلا. كلهم جوا نزلي. كلهم جوا. يلا. خشوا جوا. خشوا جوا. بنحط مع الثوم. بنحط الثوم. هاو الصوص هلا. ايوه. بصل وثوم وزبده. يا حفره معي على الكرافس. ايوه. وفي كرات. بدنا نفرمه ناعم. يعني هيك شيء، انت شو بدك ناعم او خشن؟ شو بدك بفرمهم انا؟ انت هلا. بس قولي لي، اعطيه اوامر. انت اللي بتعطي الاوامر. لا تسلمي، عم نمزح معك، شو بدك؟ نحن بخاطرك. شف الريحة عم تقتلني، كتير طيبة. شو هيدا؟ هلا على الإفطار أنا وياكي، وقت أزمة ضيوفك. يلا ساعتها ما في مشكلة. أنا هاي تعلمتها منك هالطريقة. بعرفيها كمان. إيه نعملها هيك. أنت بنتأصل، في منهم بيتعلموا مني، بس يسألون بيقولوا هاي طريقتي. أنا بفرم ما بتطلع بالمفرمة. برافو، يلا.